السلام عليكم، يا صباح الخير. والله الله يصبحكم بالرضا والنعيم. دائما احرص كل صباح على هذا الدعاء: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك وجميع من في الأرض ومن في السماء أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، وأن محمداً عبدك ورسولك. إذا قلت هذا الدعاء 4 مرات يومياً وجبت لك الجنة. اللهم رزقنا الجنة يا رب العالمين. خلونا نلحق الفطور عند أبو مهنا لا يعود علي. وينك ما جيت؟ وينك؟ ليش متأخر؟ أعرف الدائم يقول بسم الله. قبل أدخل البيت وهو موجود برا. السلام عليكم. صباح الخير. ايش علومك الشيخ ابو مهنا؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. جايب الفطور؟ نعم، والفطور الثاني في البيت. ونحن ما شاء الله ابيض الله وجهك. الخير واجد. انا توقعت اليوم ما عندك فطور. لا يا كثر ما عندك الله يبقى. لا اله الا الله. اي والله. انت جاي من وين؟ انا جاي مع التمر. الله صباح خير. يلا الله صباح خير. والله شكل ما حصلنا غير التمر هذا. خير. نعمه نعمه. اي والله نعمه من الله سبحانه. نعمه احمد اللي اخرج من جذوع شب لكم كرام البحال. اشكروه على نعمته يا رب الكحمد. في فطور؟ هي جاي الفطور. هذا احسن فطور. والله صادق التمر. انت افضل من الرسول. والله الشهرين يا وليدي ما ركب ولا ولع مال زاد غير الاسودين التمر والماء. يا رب لك الحمد. احمد والله يا وليدي. اي والله انت في خير. لا والله ما انا بفضل. بس يا رب لك الحمد والشكر، جعله والله بالعافيه يا عمي. خير يا ابن حلال. الفطور تاخر. لا لا جاي بيجي الخير. يا بيجي وليدي بالله يا نادر. خلينا نجيب الفطور يا ابن اخي. اتقل يا عبد الله. الله يقدر يخلق. نادي علي. الله يقدر يخلق الكون في ثواني. خلقه في 6 ايام. وش مطيرك انت؟ حنا عجل من الفرن. بالله يا نادر علي خلينا نجيب الفطور. يا علي هات الفطور. والله تاخر. والله تاخر. لا لا فطرك. جاء الخير. جاء الخير يا علي. عطنا الفطور يا عم. خير. الفطور تاخر يا ابن حلال. الفطور عن في الطريق. خلص الفطور يا ولد. يا علي الله. الفطور وراء. جاء الفطور. والله لك صاد اضرب تاخر ولا تكذب. الله يهديك. اي والله الله يهديك. والله من سعد كرو. الفطور بس هذا. يا رب لك الحمد والشكر على خيرك. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ما بغى يجي الفطور يا عمي. جاء الخير. جاء ونعم. يا رب لك الحمد. اليوم على الدرب وصل. اليوم انواع واشكال ونعمه. الحمد لله. يا رب لك الحمد. الحمد لله. بس يا عمي خبزك هذاك وين الكبير؟ فيه فيه. متى بيجي؟ جاء ترى تاخر فطورك يا عمي اليوم. لا ما بسم الله. يا رب لك الحمد على خيرك اللي احنا فيه. الحرم الدلة ما حدا بايع. وصل ذا النجر. وصل ذا النجر. يا عمي الدلة ما حدا بيها. حنا قايلين فطور 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 بس. الدلة النشامة هي قبولهم ولا حمد. تدري يا عمي انك انت اول الناس اللي يفطرون مع الفجر؟ اول واحد انت افطر الحين. الحمد لله. ما في احد سبك اتوقع في السعودية. فطور المسلمين من يوم صلاة الفجر. قهوتهم جاهزة وفطورهم جاهز. ما افطروا تقهوا راحوا بصغارهم. يدوروا رزق الله. يسعون. ازال الصدق. طيب يسعون ما يرقدون مثلكم. قل لا اله الا الله. تعرف بايدن؟ خلاص خلاص خلاص. طيب طيب. افطر لي يجيك المطرك. يا عمي. خير. الله يجود عليك ويكثر خيرك ويزيدك من واسع فضله. الجود الله يجزاك خير. لكن النعمه هذه كلها ما تقوم لنا تاكلها. ما عاد اقدر يعني. ولا تقول لي هذا الفطور. يا لقمه لقمتين. الذيب ياكل لقمه لقمتين. لا لا الذيب ياكلنا نشبع. والدله هذيك تبغى نشربها كلها؟ ايش خذ منها فنجانين وروح. كان فطور افطر. والله ما عاد اقدر يا عمي. اعتذر منك. والله ان شاء الله تفطر. يا ما بالقوه. يا بالقوه. اول اشغلتني والحين جاء الفطور وخذت لقمه قلت لا وين هذا؟ بالقوه يعني؟ انت تفطر ولا عطنا العصا علي. خلاص خلاص. عمي انا بطني صغيرون ما يشيل الاكل هذا كله. اول مزعجين يا اخي. تقول حضر الفطور ويوم جاء الفطور خذت لك ما قلت لا خلاص انا اسف. بعدين اجي وبطني فاضي مره. الله يهديك. طيب انت وين تقول بعد الظهر عندنا مشوار؟ بعد الظهر. من يوم تصلي وانت جاهز؟ بعد الظهر. الساعه 1 الظهر. الساعه 1 بشايه الله ولا قبل يا عمي. ما يحتاج نروح الساعه 1.
لازم الى عد العصر. لا طيب قل لا اله الا الله. لا عين فيني خير. بايدن ابقى بعد.